اليوم معنا اختراعات مذهلة مش موجودة إلا على كوكب اليابان. يس. بحب اليابان أنا. هاي متى آخر مرة زرتيها؟ طموحي. طموحي. على الليست باكت ليست تبعه. الباكت ليست تبعه. بتعرف الباكت ليست ليه بتنعمل عادة؟ قبل ما الواحد يموت. بكون عامل اسمها باكت ليست، إنه أشياء لازم أحققها قبل ما أموت. لا في أشياء. معنا وقت. أشياء بدي أحققها لما يصير عمري 20 سنة. لما يصير عمرك 20 سنة. هيدي بدي أجيب شي رز بقلبي وارتاح. كل فيديو جابانيز بيبل ار جينيوس. اوكي لحظه اوكي مش هيك بتنكتب جينيوس، الاي قبل اليو، ومش نحن اللي كاتبين بطبيعه الحال. هيدا الفيديو هيك جاي، فانتبهوا ما تتعلموا انجليزي من اليابان من اليابانيين. اوكي شو صاير بالفيديو؟ معه كاتشب. اوه كاتشب وموتارد مع بعضهم. لك معه كبسول مثل كبسوله الدواء. إيه؟ يفتحها هيك، مايلي كاتشب مايلي ماستر، بس بينزلوا سوا. بينزلوا سوا، اختراع سوا. احنا ما يقعد يحط كاتشب ومسترد، وبينزلوا على القد يعني بالضبط هالقد كمية اللي لازم تنزل. حلو نايس. اول اختراع حلو. شو الكيت كات عندهم؟ ليش غير عنا؟ كات ويرد. قال لك شو غير عنا؟ مش شايف بحياتي شو هي وزابي كيت كات وزابي شو هي كيت كات بينك؟ يعني شركة كيت كات على شاي كيت كات. ايه طبعا خصص لهم برودكشن. شو بعده نازل؟ بعده عم ينزل كيت كات على تفاح، كيت كات كتكت على كرواسان، كتكت على وافل، كتكت على شو؟ كتكت على شمام. يشو شو؟ ياي كتير عبالي دوقوا. كتكت على شو؟ كل شي. ما عادي تخلص. عم ياكلوا نودلز بكاماكورا. اه كاماكورا، عرفتوا وين؟ وين بتصير هاماتورا؟ قبلها بمفرق، يعني قبلها في مفرق بتفوتي كاماكورا. ما عم تخلينا نحضر الفيديو عمري. اوكي لكن بيبعتوا لنا النودلز بقلب هدول التويويات، ليك بتيجي انه بيبعت لهم الشيف النودل بيقوم بيسحبها هو. بس اللي قاعد اول واحد مش ما بخلي اكل اللي قاعد بعده. هيدي ان كيس كان اللي قاعد اول واحد هو انا. بس ان كيس اي انسان طبيعي بيخلي غيره ياكل، هي شيرز هيز فود، عرفت شو قصدي؟ ما في مشكله بياكل غيره. أوكي. انت ما لك مطرح هون. مش بالاول، انا اكيد بقعد بس مش اول واحد. قعدون الثالث. تنضمن انه في اثنين اكلوا. vending machine. اوكي واو شو عندهم؟ طبخه. شو ما عندهم؟ طبخه يا حرام. $9 نزلت لها طبخه. بتروح بتطبخها اوكي بتطبخها بالبيت بالباكج تبعها. ايه واو اف هالقد مسهل لهم حياتهم. بس اكيد هذا شيء نظيف، صار احنا بنحس انه لا، بس انه باليابان ما بعتقد كثير هن عندهم. ايه هن كثير عندهم ستاندرز عاليه. اف واو. ستاربكس ان كيوتو. كيوتو وين كاماكورا؟ قبلها ولا بعدها بتجي؟ شو خصهم ببعضهم؟ كاماكورا بالشمال، كيوتو بالجنوب؟ بجنوب اليابان. ايه اوكي شو وضعه؟ يي لك ما قلزوا شو حلوين. يي فعلا ستاربكس. واو لك شو ياباني هالستاربكس. حتى بيقعدوا على الارض كل شيء عادي. يا او واو حلو. واو لازم نزور اليابان. اوكي لانجويج اوبشن. بتحكي معها هي. بليز تيل مي هاو كان اي هيلب يو. اوف هيدي الانفورميشن. بتقلها بتروح على الشوبينج سنتر بترسم له انه عندنا اياها هيدي هون بالمول اللي حدنا صار لنا 5 سنين هلا شايفين حالكم علينا فيها. هون كل المولات بتقولي، بس بتكون انسانه عاديه مش روبو. بونجور مدام، كيف بوصل عند زارا؟ بتقول لك وين المفرق؟ بعدين بتضايق بتقول لا لا لحظه رح اقول لك محل اقرب. ونوصل بالاخر هلا بدها تعمل لي وحده انه عيونها زرق يعني هلا لا 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 ما عجبتني. لا نو 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 نحن مع انه يضل الانسان عم يشتغل مش بس المكانات. كيك كان 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 هيدي الالف يعني $9. ايه غاليه قطعه كيك $9. يمكن ايه معك حق اذا بتفكري فيها. ايه هلا حلو الكونسبت كثير. هي ليكي كان يامي بتشهي بس غالي. بدكم ترخصوها شوي، بدكم السواح يجي لعندكم يستفيدوا. ايه اعطيهم نصيحه. ايه انصحيهم لليابانيين. بس اسعاركم شوي. صح. ما بصير $9 هيدي بتعرف بشتري فيها قالب كيك انا هون. وين في قالب كيك $9؟ وين في قالب كيك $9؟ ماشي بدها غالية رخصوا اسعاركم. بدكم سياحة رخصوا. سوشي ان يابان. اوكي اجى عبالي سوشي كثير انا هلا الليلة العشاء سوشي. انه ما فرقت هيدي السوشي من اللي بنكلها برات اليابان، شو الفرق؟ لحظة اذا بتريد لك الوزابي. الوزابي بودرة.
لا شو وزابي حط عليها مي؟ يشربها للوزابي. ايه ليه حط عليها مي؟ بده يشرب. هذا درينك تبعهم. هذا درينك تبعهم. بعد عم تقولي لي شكلها هي شكلها ايه مزبوط شكلها هو زيته بس انه طعمتها ما بعتقد هي زيته. بدنا ندوق. اوكي. انا هيدا الفيديو بحس انه بده يخرب لي بيتي. كثير عبالي. وشكل اليابان غالي اذا لقيت $9 كمان لا سوشي عندهم بقد ايه؟ هلا رح يرخصوا اسعار. خلص هلا بنبعت للسفير هيدا الرياكت خليه ينتبه بس ال... كرمالكم. شو كرمالكم؟ انه اذا انت برحت رح يوطى رح توطى ال... رح يوطى سياحة رح يوطى جي دي بي البلد كله. لا كيكي جابانيز فاندينج ماشين وحده ثانيه هي شو فيها؟ روقي لتشوف شو فيها. prepaid sim card اوكي هيدي ب 5000 هيدي ب $4.5 سيم كارد يعني للتليفون؟ للتليفون او في ب 20000 حسب انا عم بتشارجي. لك شو هي العيشه باليابان بس بتدور على فندق ماشين انه هيك كرمال نجيب كارت ولا بدي اروح انا عند معلم سمير قال له مرحبا معلم بدي كارت تشريش بيقول لي بقد ايه بقول له بيضحك علي بدولار بعدين بيطلع بالاخر انه مشارج لي قال بس انه ما هالحياه حلو برجع له بقول له ولا وبقول لي انا يا خلص المره الجايه يا شهر الجاي هدول وين وين هو الفندق ماشين زهق لا زهق ممل اليابان ممل اليابان ممل اوكي هيك لا هيدي كيف الواد بيضك انا لا كثير عم شو كيف تنزل البيضة بلا ما تتكسر بدولارين بدولارين و60 ما فرجونا كيف تنزل البيضة لانه انكسرت معهم ما فرجونا شفتوا ما فرجونا وي جوت يو مش علينا ما بكمل رابيد ترين ان جابان اوكي قد ايه يعني رابيد تي جي في هيدا كيكي يعني كثير رابيد واو شو نظيف واو هيدا عمومي واو لك لا كثير نظافه كثير نظافه نسبة لانه بس بقول لك شغله هيدي النظافه الزايده ما بتسوى ما بقعدوا يسخنوا هي لا 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 اي النظافه الزايده بتوطي المناعه صح بصير اول شيء اصغر ميكروب بيجي بيلقطوا بيروحوا فيها ما بدي كرمالكم كان بدي اقول شيء بس ما بدي اقوله لانه احتراما للشعوب خليني ساكت اوكي بريكفاست ات ماكدونالدز يابان اوكي هيدا نشوف الماكدونالدز اوكي ايه بانكيك بوشي ايه ما دومينو البانكيك ميني بانكيكس اه كمان لك هالسيستم هيدا بس هيدا شو هيدا عسل هيدا اجى نصهم برا عسل وكري ابل ابل مش عسل ابل ابل مش عسل ابل صوص سو ميني كيوت مهضومة حلوة اوكي بس السوبر ماركت عم اشتري ايه ايه فانتا بيضا ليه بيضا شو هيدي بوك يا عم اللي عندهم اشياء قد غريبة ليه ما فهمت انه نحن مش اهل تعملوا لنا هيك اشياء يعني ما فهمت ايه انه نحن ببلادنا العربيه خيي انه شو يعني بندفع حقهم يعني انه شو بنعملوا لنا اياهم فانتا بيضا شو يعني على اي طعمه هيدي كوكونات ما بعرف انه انه ليه ما بتعملوا لنا اياهم عمنت مثلا منت منت ما بتكون بيضا بتكون خضراء طب اعملوا لنا وحده خضراء وحده بيضا خلص بدك وحده خضراء هلا ليه هلا ليه هلا لا خل باخذ انا الكوبي رايت تبعه لا اختراعي بوت شريكي مع فانتا يمكن اوكي مش هيك ما عم يجوا لعنا اللي عم يفتح اذا هيدي سامبل بنشربها بالعربي ايه وكيت كات نفسهم هي بطوكيو بطوكيو اوكي ليك 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 بيعمل لك اياها مثل ما بدك كمان حتى لا انا ليك ما لازم لك كيف يقول لك كيف تقول هاي عم تعمل عم تعمل الكيت كات هلا يعني هلا عم بجيب البسكت اول شيء اللي بهن بغطسوه بالشوكولا اصلا ليك ليك عم تعمل لها هلا عم جيب الشوكولا ما بيتحمل ليك عم يعمل الكيت كات لايف قدامه وعم تعملها على ذوقه قالت له بدي معي انا هلا ستروبري مارشميلو لا انا اللي هو مش انه حبيبه شوكليت ودبت قدام هيك شيء انت شو صاير انا فيك؟ انا رايحه انت عم رايح بسمع دقات قلبك ايه انا تاكي كاردي فانتا تانية هلا شو هيدي الفانتا شو هيدي جريب فروت شو يعني روبي جريب فروت فروت فليفرد درينك اي برودكت اوف ذا كوكا كولا كومباني شو قصة تكون معنا اياهم هول ليه 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 لا احنا اذا ما رح تعملوا لنا اياها بدي اضطروا على اليابان دوقها شو شو بنعمل يعني ايه ايه مجبورين ايه بدنا ندوق وحده تانية انا حطيت بوسترين جايين سيرين ورا بعضهم دغري كلهم شو هالسوكاتا سوكاتا فانيليا ولمن شو هي سوكاتا شو عم بنقي تليفون لا اخذ تليفون وراح بالكارت هيك عم يش هيك عم بيعبي الكارت تبعيته ورده اخذ الفاتو عرف قد ايه بده يدفع يعني لحظة 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 لا 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 بدي ارجع شو بدي ارجع شو صار لا مش معقول لحظة 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 هيدا انا لا شو كاتب الزلمة اي وزت راح السوبر ماركت بطوكيو ولقى هذا الستاند اللي عليه تليفونات اخذ تليفون واخذ كارد بايده وراح يعمل سكان للايتمز اللي بده اياها
ما يسحبها، ما سحبها هو. اوكي ما عبى الكارت. وبشوف اذا في ايتم ما عليهن، ما عليهن ليبلز. طلع على الورقه، راح رد التليفون وبيروح بيعطيهم الورقه، بيدفع هن بيجيبوا له كل الاغراض، ما حمل شيء على ايده. ليك بس هيدا كسل، يعني ما بيصير هالقد يتعود ايه؟ الشعب على كسل، زهق زهق. ايه؟ لا لا انا سميتني هلا يابان زهق، يابان زهق زهق، ما بيصير يعودوا الشعب هلا هيك كسل. لا شايف براد بيفتح من الميلتين، اجوا ليفتحوا مع بعضهم عم يتهضمنوا، ما بيفتح. اوكي بس انه على طول بنضيع من اي ميله بيفتح. مين اللي بيضيع؟ اي حدا، ما فيش شد بتضيع من اي ميله بيفتح البراد. مش انا ايه، انه ليك ما له معنى. هذا كمان كسل، انه لف قرب ايدك شوي وافتح من اليمين. ايه انه استهلكوا ذكائهم على شيء، انه كان في يحطوه مطرح ثاني. ليك هنا بيحطوه مطرح ثاني، قد ما حطوه مطرح ثاني ايه مزهقوا، بلاش يحطوه بالمحلات ما له معنى. دوريتوس على وزابي على افوكادو. شو؟ انا دغري يابان ايجال ايكول عندي وزا يا كيكي. هيدا مكتوب وزغري لايك، ما مكتوبه ولا بالصوره افوكادو. اوكي بنصدق الصوره اكثر من من ترجمتي، من ترجمتي للياباني. شو مكان ستروبري؟ شو ستروبري بيضة؟ هي ملونتها بالابيض ولا هن عندهم؟ ايه ايه ايه، هي غطستها بالابيض وبعدين نقطت كل حبه حمراء. لانه من كثير حابب اعرف شو طعمتها، كثير حابب اعرف شو طعمتها. لا الفيديو مستفز طلع. كبسول اوتيل 9 hours. اوكي بتفوت شو 9 hours؟ في شنطه ناطرتك فيها كل هالاغراض، لمده 9 ساعات كوايت بليز. لا لا بتفوت شو؟ Walking, I feel like I just walked into the year 3020. No way, I'm بفوتو بينامو بكبسول. And they're actually quite safe. No way, كيف هذا واحد بده ينام؟ كانوا عم بينام بمكنة الـ ARM. ايه مش بتخوف شوي؟ مش بدي نفسه واحد؟ سكر، وين الأكسجين؟ لا انه اكيد هيدي التهوية، ما كنا عم بفرجيكم اياهم تهوية او كل شيء موجود فيها، بس انه الواحد بحس انه لا 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 الفيديو كله عجبني الا هيدي، هي ما بنعملها بس نسافر. ما من ما مش هون. لا اوكي جماعة، هيدا ما كان اعلان لليابان، يعني السفارة اليابانية مش دافعت لنا كرمال هيدا الفيديو، هيدا الفيديو نحن حبينا بس. بس اذا بتحبوا نحن جاهزين نروح نعمل لكم تور و والله مبهدلتنا اوتيل جرصتني مبهدلتني. جماعة حبينا بس ننشركم المعرفة تور. اعملوا لنا فولو على انستغرام سفير، لاف يو، باي.